طيب آخر حاجة خالص تقول لمين رمضان كريم؟ انا بقول له مصر كلها طبعا، اسرتي طبعا، وبقول له مصر كلها والدول العربية كل سنة طيبين، ربنا يعيد علينا كده رمضان كل سنة كده بخير وبصحة، ونتمنى ان شاء الله بإذن الله اللي انا بتمنى الحمد لله من خلالكم برضو للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأمانة احنا شايفين حاجة جميلة بتتعمل في مصر، فلو احنا ما استفدناش منها الاجيال اللي بعدين هيستفادوا منها، فاحنا في مصر الجديده بصراحه والله، وبتمنى ربنا يديله الصحه ويدينا ان شاء الله باذن الله ربنا يطول في عمره، والله مش بقولها ولا رياء ولا مفكر، انا بقولها باللي انا شايفه في بلدنا الجميله، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اشكرك جدا يا شكرا كابتن. لها.